يحكى أنه كان هناك صياد سمك مجتهد وجاد في عمله، يذهب كل يوم إلى الصيد ويقوم بصيد السمك، فيأخذ ما اصطاده إلى بيته حتى ينتهي، فيعود من جديد إلى الشاطئ ليصطاد، وهكذا هي حياته. وفي يوم من الأيام، بينما كانت زوجة الصياد تقوم بتقطيع سمكة من السمك الذي اصطاده زوجها، وجدت شيئا مذهلا بداخلها جعلها تصرخ بدهشة غير مصدقة، فقد وجدت الزوجة داخل بطن السمكة لؤلؤة لامعة كبيرة. فرحت زوجة الصياد كثيرا ونادت زوجها: تعال يا زوجي العزيز، لقد وجدت شيئا سوف يسعدنا. جاء الصياد مسرعا: ماذا وجدت يا زوجتي؟ قالت: انظر، إنها لؤلؤة داخل السمكة، سيتبدل حالنا من حال الفقراء إلى حال الأغنياء. فرح الصياد كثيرا، ذهب إلى بائع المجوهرات، عرض عليه اللؤلؤة فقال له أنه يريد بيعها. نظر إليها بائع المجوهرات وقال له: يا لها من جوهرة رائعة، ولكنها لا تقدر بثمن. وقال: لكنني لا أستطيع أن أدفع ثمنها، كل مالي وما أملك من لؤلؤ لا يضاهيها، إنها ثمينة جدا لا تقدر بثمن. فاقترح عليه البائع أن يذهب إلى شيخ بائعي اللؤلؤ في المدينة المجاورة، فهو الوحيد الذي يتمكن من شراء هذه اللؤلؤة الثمينة منه. وبالفعل ذهب صياد السمك إلى شيخ الباعة، عرض عليه اللؤلؤة فنظر إليها بتمعن وقال له: هذه اللؤلؤة لا تقدر بثمن، فأنا لا أستطيع شراءها ولو بكل ما أملك، ولكن لدي الحل، اذهب إلى حاكم المدينة فهو سيتمكن من شرائها ويقدر على ثمنها. ذهب الصياد إلى باب قصر الحاكم، وقد كان الحاكم مشهورا بحبه للجواهر الثمينة والآلاء النفيسة. وعندما عرض عليه الصياد جوهرته وأخبره أنه وجدها في بطن السمكة التي اصطادها، أعجب الحاكم كثيرا باللؤلؤة، وقال أنه كان يبحث عن مثلها كثيرا. فكر الوالي وقال للصياد أنه لا يعرف ثمن هذه اللؤلؤة، ولكنه سيسمح له بدخول خزانته الخاصة لمدة 8 ساعات كاملة، يجمع منها ما يشاء، وسيكون هذا ثمن اللؤلؤة. فرح الصياد كثيرا وطلب من الوالي أن يجعلها 2 ساعة فقط تكون كافية، إلا أن الوالي قد أصر على 8 ساعات كاملة لثمن اللؤلؤة النفيسة. دخل الصياد إلى الخزينة فوجدها غرفة كبيرة جدا مقسمة إلى 3 أقسام: القسم الأول مليء بالمجوهرات والذهب والأموال، والقسم الثاني عبارة عن سرير وثير رائع ومريح، والقسم الثالث مائدة طويلة عليها كل ما لذ وطاب من الطعام. فكر الصياد وقال في نفسه: 8 ساعات فترة طويلة، سوف أبدأ أولا بالطعام الموجود في القسم الثالث حتى تزيد طاقتي وأتمكن من جمع أكبر قدر من الذهب والأموال. وبالفعل قضى الصياد 2 ساعة حتى أكل وامتلأ بطنه. عندما أراد أن يذهب إلى القسم الأول ليأخذ الذهب، مر على القسم الثاني فنظر إلى السرير الوثير وفكر قائلا: أكلت حتى شبعت، والآن لماذا لا أستزيد قليلا من النوم حتى يكون لدي طاقة أكبر لجمع المجوهرات والأموال، فهذه الفرصة لن تتكرر أبدا. غرق الصياد في النوم، ومر الوقت وقام فجأة فسمع صوتا يناديه: قم أيها الأحمق، لقد انتهت المهلة. فزع الصياد وقام يصرخ: ها ماذا؟ أرجوكم أرجعوني أستزيد من الجواهر والأموال والذهب. فقالوا له الحراس: قضيت 8 ساعات كاملة في الغرفة، والآن أفقت من غفلتك، لم تفكر يا أحمق أن تأخذ الجواهر أولا وبعدها تذهب لتشتري لك أفضل الطعام وأفضل الفرش وأنعامها، ولكنك غافل أحمق، لا تفكر إلا في بطنك. وأخذه الحراس وألقوا به إلى الخارج وهو يصرخ: لا أرجوكم، لا أرجعوني. ولكن فات الوقت وانتهت المدة. ما هي العبرة من القصة؟
القصة انتهت. والآن أيها المستمع الكريم، هل تعلم ما هي الجوهرة؟ فإن الجوهرة هي روحك، فهي كنز لا يقدر بثمن، ولكنك لا تشعر بقيمة هذا الكنز ولا تقدره. أما عن الخزينة فهي الدنيا، تغرقك بعظمتها وجمالها وكثرة الفرص المتاحة بها، ولكنك تستغلها بشكل خاطئ. أما الجواهر فهي الأعمال الصالحة، والفراش الوثير هو الغفلة، أما الطعام الجميل فهو الشهوات، والصياد هو أنت. أما حان الوقت لتستفيق من نومك وتترك الفراش الوثير والطعام والشراب وتجمع الجواهر الثمينة الموجودة قبل أن تنتهي 8 ساعات، قبل أن تنتهي حياتك فتتحسر وتخرج منها نادما. قال سبحانه وتعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قال